ناحيه التسيير اننا نسرع على القانون الاساسي برفع الايدي طبعا بحضور المحضر القضائي لانه يجردها في المحضر اللي راح يحضر على المستوى الوطني وان شاء الله لما لا على المستوى الدولي لهذا بطبيعه الحال الرابطه هي اللي راح يعني تعطيها الدفعه ونتمنوا لهم التوفيق يعني على المكتب ما هي طموحاتك كرئيسة رابطة ولائية؟ السلام عليكم، نرحب بكم انكم جيتوا تنشروا هذا النشاط الرياضي اللي راهو جديد في ولاية بليده. كرئيسة رابطة ولائية لرياضة الكامبو لأول مرة تكون رابطة ولائية في ولاية بليده. طموحاتي راح تكون نشر وتحسين هذا النشاط الرياضي من خلال نشر الثقافة الرياضية عند رؤساء الجمعيات إن شاء الله، ومن خلال برمجة وتحضير عدة دورات للمدربين اللي معروفة برمي دوغري ولا دوزيام دوغري من أجل نشر هذا النشاط اللي معروف واللي ما زالوا جديد. مالغري كان كاين ديجا في الجزائر، مي في بعض الولايات راح ناقص ومشي معروف، مام إذا كاين ما كاش رئيسة رابطة واقفة عليهم. كرئيس الاتحادية عرف لي رياضة الكامبو. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا رياضة الكامبو هي رياضة قتالية تشمل يعني عدة رياضات واختصاصات قتالية. رياضة الكامبو يعني أصلها يعني رياضة صينية، ولكن يعني تطورت أكثر هذه الرياضة على يعني عدة بلدان خاصة منها الأوروبية، على سبيل المثال يعني لهولندا، لأنه يعني هذه الرياضة أول من أدخل هذه الرياضة على مستوى الجزائر هو الخبير أحمد طيبي من ولاية تيبازا، نترحم عليه رحمة الله عليه، يعني كان مهاجر في هولندا، كان عايش في هولندا وكان يحمل الجنسية الهولندية، ويعني الى غايه 1976 بعدها يعني دخل الجزائر بدا يمارس هذه الرياضه، الى يومنا هذا يعني تطورت هذه الرياضه والان اصبحت يعني اتحاديه مستقله وتمارس في عده ولايات، كما اليوم ان شاء الله رانا هنا في ولايه البليده باش ناسسوا يعني الرابطه الولائيه لرياضه الكامبو.